What is the reabsorbed by the PCT? Reabsorption of water and some electrolytes can be regulated by hormones. Water absorption via ADH secretion. While sodium is most abundant ion and most reabsorbed via active transport. Sloughs such as glucose and amino acids are reabsorbed alongside sodium. Every slough has transport maximum and the excess is not reabsorbed. Urea is a small molecule, so is reabsorbed passively via diffusion through the cells of the PCT. إعادة امتصاص المواد أو المغذيات بواسطة الكلية. من مثالها عندنا الصوديوم والجلوكوز، الأمينو أسيدز، الفيتامينات، الكلورايد، اليوريا ووتر والماء. فإعادة امتصاص الماء وبعض المركبات الإلكتروليتية ممكن أن تمتص بواسطة أو تنظم بواسطة هرمونات كهرمون الـ ADH عن طريق إفرازه. الصوديوم وغيره هو اللي أكثر الآيونات شيوعاً وأكثر الأنواع التي تمتص بواسطة عملية النقل الفعال. المذيبات، المذيبات اللي عندنا مثل الجلوكوز، أمينو أسيدز غيرها يتم إعادة امتصاصها جنبا إلى جنب مع الصوديوم، بينما أي نوع من المذيبات اللي تزيد عن الحد الطبيعي فالأكثر من أدها ما رح يتم إعادة امتصاصه. إذا ردنا نط تعريف لليوريا، هي جزيئة صغيرة، فإذا يمكن امتصاصها أو عفوا إعادة امتصاصها passively بواسطة الانتشار خلال الخلايا للبي سي تي. طيب continued as a water sloughs are reabsorbed. The loop first concentrates the filtration then dilute it. يعني أول مرحلة عملية الفلترات entering the nephron loop is isosomatic to both blood plasma and cortical interstitial fluid.
ثاني خطوة water moves out of the filtrate in the descending limb down its osmotic gradient. This concentration the filtrate. يعني هنا بهاي المرحلة شنو اللي راح يصير؟ راح تدخل المواد يعني هنا بالنسبة لهاي المرحلة الماء يخرج من داخل PCT أو هذه الأنابيب النبيبات البولية إلى خارج الأنبوب فتدعى هذه العملية بعملية passive transport عملية النقل السلبي. فهنا الضغط والتركيز هو 300 بعد 300 ينزل إلى تحت حتى يصير هنا 1200 هاي osmolarity of the interstitial fluid outer media filtrate is most dilute as it leaves the nephron loop at 100 milli osmolality. It is hypoosmotic to the interstitial fluid. Kidney filtration reabsorption. أولا هنا عندنا ال PCT هو proximal convoluted tubule وهنا المحفظة الكبيبات الكلوية glomerulus filters small slouts from the blood هنا تتم عملية الفلترة بعدها رح يصعد هنا reabsorbs ion waters nutrient removes toxins and adjusted filtrate pH هنا عملية الديسندينج رح يرجع loop of Henle aqua porins allow water to pass from the filtrate ascending loop of Henle reabsorbs sodium and chlorine أو chloride from the filtrate into the intestinal fluid في منطقة الديستال tubule selective secretes and absorbs different ions to maintain blood pH and electrolyte هاي المنطقة منطقة الديستال tubules في النبيبات البعيدة رح تحدث عملية افراز انتقائية وعملية امتصاص لمختلف أنواع الأيونات to maintain blood pH and electrolytes balance. Collecting duct reabsorbs slouts and water from the filter. هنا بآخر مرحلة يصير عملية جمع المواد المعاد امتصاصها والمذيبات في الماء والماء من عملية الفلترة أو التنقية
جلوكوز، امينو اسيدز، بوتاسيوم ايون، كالسيوم ايون، ووتر. هاي المنطقة نشوف تدرج المناطق من ناحية إعادة الامتصاص. في الجلوميرولس اللي هي الكبيبات راح يتم بيها أو تدخل الماء الجلوكوز، اليوريا، الكالسيوم، البوتاسيوم and كلورايد ايونز، كلها بهاي المنطقة. بعدها هنا راح يصير تدرج بالامتصاص. مثلا اول مرحلة هو للجلوكوز، المذيبات، الامينو اسيدز، بعدين البوتاسيوم ايونز، كالسيوم، بالاخير الماء. الماء راح يكون بهاي المنطقة، بينما الصوديوم راح يكون بهذه المنطقة. فهنا أنا عملية الفلتريشن، البوتاسيوم واليورين، ووتر. رينال كوربسكل تحدث بها عملية التنقية الفلتريشن. وين تكون؟ بالنفرونات. فالنفرون ليجند اللي هو BAA أمينو أسيدز والـ ADH أنتي دايلوريك هورمون، ALD ألدوستيرون، ATP second angiotensin و UROD urodilation. هاي المنطقة راح تكون سارتانز، proximal convoluted tubule، reabsorption secretion، vital urea، lactase ketones، organic dopamine، loop of Henle، descending limb، ascending limb. هاي المنطقة راح تكون عملية النقل المتعاكسة وتركيزها. فباللوب ascending and descending تصير تركيز اليوريا 400 و 600 تنزل 1200، هذا بالنسبة للماء. أما بالنسبة للصوديوم والكلور فهو بهذه المنطقة راح يتم امتصاصه، لكن هنا ما راح يتم امتصاص أي من الماء. بالنسبة للأنتي دايلوريك هرمون والألدوستيرون راح يكون فعاليته بالنسبة للماء والكالسيوم والصوديوم والكلوري، distal convoluted tubule، reabsorption secretion و optional collecting duct. هاي المنطقة انزيم رياكشن راح يكون يحفز الانجيوتونسين الى افراز انزيم اللي راح يتفاعل. هنا طبعا الانجيوتونسين converting enzyme of ACE in pulmonary blood،
إذا نتذكر الـ ACE هو كان الإنزيم المتحسس أثناء مرض كورونا، فدائما كان هذا الهرمون ينزل من الإصابة راح تكون عن طريق ريسبتر الـ ACE في الرئة، بعدها هذا راح يأثر مباشرة وين؟ على الكلية. فالإنزيم رياكشن راح يحفز الانجيوتنشن to stimulates and adrenal cortex to secrete. بعدها راح نروح للألدوستيرون، هو اللي راح يتحفز. زين، فهنا راح نشوف الكبد يتدخل في افراز الهرمون المعين اللي هو ماكولا دنسا سنسز لو فلويد فلو اور لون صوديوم كونسنتريشن ليفر ريليز انجايو تنشن تنسينوجين انتو بلاد. هاي اول مرحلة راح تصير. بعدين الكيدني ريليزز انزيم رنين انتو بلاد، هاي المرحلة الثانية. بعدين تتدخل فيها الرئة وتدخل بيها ايضا الكلية. الانجايو دنسين هرمون causes aqua porines to move to the collecting duct plasma membrane which increase water reabsorption. بعدها هنا راح تصير، هنا بهذه المرحلة الماء سوف يتم امتصاصه، وهنا aldosterone stimulate sodium uptake on the apical cell membrane in the distal convoluted tubule and collecting duct. هنا الصوديوم راح نحتاجه بهالمرحلة، يعني الالدوستيرون راح ينتهي الى تحفيز الكلى لإكمال عملية التنقية.